مستوى الطلاب هو سيء سيء إلى الجيد، حيث كثير من الطلاب منهم من قطع سنة، منهم من قطع سنتين، منهم من قطع ثلاث سنوات، منهم من قطع عن التعليم بشكل متواصل، يعني يداوم أسبوع ينقطع أسبوع بسبب الضرب والقصف في المناطق. نواجه هذا الأمر حيث نلتمس هدوء نسبي في المناطق المحررة، يتم يعني يتم ذهاب الطلاب للمدارس، هم نلتمس عندهم ضعف كبير في المنهاج، ضعف كبير في حسب سنهم. يعني نواجه مثلا طالب عمره 11 سنة مثلا لا يعرف القراءة أو الكتابة بسبب انقطاعه المتواصل عن المدرسة. طبعا تجهيز المدارس هو سيء جدا بسبب بناء المدرسة بحد ذاته عند تحرير الحياة السكنية، منهم ما تعرض للقصف، منهم ما تعرض للخراب، منهم ما تعرض للنهب، وبعد ذلك يعني هو عبارة عن هيكل بناء مدرسة أو هيكل بناء تعليمي. تجهيزه يحتاج إلى كم كبير من المادي، تم تجهيزه بالشيء اليسير المطلوب الضروري. طبعا نواجه شح في الماديات التي تواجهنا في المدارس، منها مثريات المدارس، منها قرطاسية الطلاب، منها تجهيز المدارس، منها تدفئة الطلاب في الشتاء. وزارة التربية التابعة للحكومة المؤقتة في الائتلاف هي يعني عبارة على يومنا متبنية الامتحانات الثانوية العامة والإعدادية من التاسع والبكالوريا في المناطق المحررة. أما فيما يخص المدارس الابتدائية في المناطق المحررة هي مدارس التورية، إلى اليوم يعني لا يوجد نظرة جدية في مناطق في المدارس التابعة في مناطق التورية الحرة. المدارس التي نشرف عليها طبعا اعتمادنا على المنهاج هو منهاج الدولة نفسه، هو منهاج الذي نعتمد عليه منذ ما يقارب 4 أو 5 سنوات، حيث قمنا بتعزيل المدارس أو تنظيفها وقمنا بإخراج الكتب من تحت الركام المدرسة. أما تعديل على المنهاج نفسه طبعا حذفنا الكتب القومية، كتب دروس تخص القائد، دروس تخص حزب البعث أو كذا، حذفناها من كلهم من المناهج الدراسية. المدارس التي نشرف عليها في مدينة درعا طبعا ما يقارب 60-70% من المدارس الثورية و30% من المدارس التي يشرف عليها النظام. تلاحظ الطالب يوم اللي بتعطيه الدرس بتلاقي ذهنه وفكره كله مشغول، يعني اذا بتطلع صوت طلقه مثلا بخرج خارج التعليم خارج الصف، حتى بينسى انه في استاذ في الصف. استاذ